تو هذه دولة رئيس وزراء من غادي يوقف ضخ النفط ويطلعوا لك شباب حتى هم يجي 10 ولا 15 ويقول لك نحن نمثلوا إرادة الشعب الليبي. يا ولدي انت منين تاخذ فين فلوسك؟ منين تسلك انت؟ ايا كانت وظيفتك منين تسلك؟ مو تسلك فين من النفط انت؟ وانت ايش لك من النفط؟ هذه مهروس من فوق غنائم بيقسموها ما همش راضين. واحد مفروض هو في ظنه مفروض ياخذ 100 مليون، عطوه 50 مليون. لا ما يصيرش، سكر النفط. يعني بصراحة شيء مخزي، شيء محزن، شيء أليم. أوصفة بيش ما تبي بصراحة، بيش ما تبي. وبعدها يجي يحكي لك والله لابد من إسقاط الحكومة، أصل الفساد انتشر. تمو أنتوا أصل الفساد، أصلا أصل الفساد. البدعة هذه بدعة إقفال النفط من أمتى بادية؟ من أمتى بادية؟ مو بادية من أيام الجذران لما قاعد يفرض في سيطرته عليكم، والآخر اللي حطيتوه رئيس برقة ولا مش عارف شنو، حتى هو رئيس مكتب برقة مش عارف شنو، حتى هو خشيكم على الخط ضاهي. فلما جيت هو وتقول لي والله أنا نبي نحارب الفساد، معاك نحن كلنا نحاربوا الفساد، لكن أبداها من الأول. أبدا تعال أبدا الخرمتي اللي بدأ من 2014 وتعال جاي. رأس الفساد هو الانقلاب العسكري، رأس الفساد هو الانقلاب العسكري، رأس الفساد هو عودة العائلة المالكة من جديد، رأس الفساد هم بذرة الشياطين الأربعة والخمسة اللي طلعونا تو قاعدين يصولوا ويجولوا في البلاد ويسرقوا ويبيعوا في الخردة ويبيعوا في الدنيا كلها، وأموال تهرب وزايطة الدنيا ولا أحد يتكلم حقيقة. يعني فساد ما بعد فساد. ويجي تو بعد البلاد ها بدأت تبي تركع شوية ونبو نفهم ووصلنا مكرعين، يقول لك لا هذا فساد، ولابد من إسقاط الحكومة ولابد من تغييرها، وتقعد تصبح البلاد ملعبة ورزق الليبيين. ولعلمكم يا شباب أنا عندي انصرت كذا على تصدير النفط كذا، إنه ما وقفش كذا عطولية. هذه شركة تعلن على أنها لم يتوقف تصدير النفط، ايش رأيك يا معد؟ هذه شركة إيطالية تستورد في النفط، باهي ليش هم دايرين الزوبعة هذه وإقفال وإغلاق ومش عارف شنو البترول؟ ليش؟ بيش الفلوس هذينا يمشن عندهم هم. شفتوا الفكرة؟ صراحة تقعد الفكرة أكثر ألم وأكثر حسرة لو أن المسؤولين في المنطقة الغربية يعلموا هذا الشيء، يعلموا أن غير بروباغاندا فاضية تسكيرة الحقول، لكن راهو النفط قاعد يباع والفلوس قاعدة تمشن غادي. تقعد بصراحة إجرام، نقولها كم يعني، تقعد إجرام. لكن بيش نوريكم انتو يا هلنا اللي طايحين على روسكم غادي، سمحوني فيها الكلمة، قلبين روسكم وهذا سرقة في الغرب والفساد في الغرب والاعتمادات وكذا، وراهو أمورهم ماشية 100%. أخذوها مني اهو بدليله النفط ضاهي قاعد يصدر ما يوقفش. وأيضا أنا نقول كم حشخة لا يمكن راه يقدر يوقفوه النفط، راه النفط مستفيدين منه الأوروبيين والأمريكان والروس مستفيدين منه كلهم. هذا ما يقدرش واحد يتجرأ ويقول والله أنا نوقف النفط ولا تنهاره بعدين. لكن أنتوا بس مساكين، يعني أنتوا يضحكوا عليكم بهذا الكلام، والشباب هذا ما يأخذوا يدفوا لهم الكبوة والشيوخ تو نجيبوهم الكم حتى هم إقفال النفط ورزق الليبيين ونحن نبو نحافظه. وتو تشوفوا كبير النجع المرعوبة بتاع مجلس النواب، تو تشوفوا حتى وش يقول على القضية هذه.